ونتحدث حول هذا الموضوع إلى ضيفنا من دبلن الدكتور بسام نصر، استشاري أمراض الأسرة والباطنية. دكتور بسام، أهلا بك في هذه النافذة. من حيث المبدأ، الآثار النفسية للتعرض لهذا الكم من الأخبار السلبية لكورونا، حالة الحجر، فقدان الأعمال، أولا على طبقة كبار السن، كم تؤثر؟ شكرا للقاء. طبعا تؤثر بشكل كبير، وخاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة، وخاصة الأمراض التي يعني بالأمراض النفسية، وهذا بحد ذاته قد يؤثر على الصحة النفسية بشكل عام، وعلى هبوط المزاج، القلق، الخوف، الهلع. طبعا استمرارية الخوف وهو طبعا شيء طبيعي عند البني آدم، ولكن لما يكون مستمر وبشكل سلبي وبفترات طويلة، هذا قد يؤدي إلى الهلع اللي منه يؤدي إلى اكتئاب، والاكتئاب المزمن قد يؤدي إلى عواقب كثيرة، وشهدناها في سارس قبل ذلك. كانت حوالي حالات كثيرة من الأشخاص اللي عانوا من السارس ومن كان حولهم أقدموا على الانتحار. فهذا الأمر طبعا يعني يهمنا كأطباء، وخاصة في المجتمع بالنسبة لكبار السن، المسنون اللي بالخط الأمامي في التعامل مع الوباء، اللي هم الطواقم الطبية، أفراد مثل الأطفال كذلك والمراهقين. لما يكون عندك حجر بشكل مستمر، هذا يؤدي إلى بطبيعة الحال إلى نوع من القلق، قلة النوم، الأرق. هذا يعني يؤثر على ارتفاع نسبة الأدرينالين في الجسم، وتقليل نسبة السيروتونين اللي هو هرمون يعني المزاج العالي أو الهرمون سعادة. الجيد، وبالتالي يصبح الشخص يعني مقبل على هو هرمون السعادة. نعم، يصبح الشخص بلا شك عنده نوع من الإحباط والتوتر الدائم والقلق. دكتور، أيضا من جانب آخر، حتى بالنسبة لغير كبار السن، من فقدوا وظائفهم، أصبحوا عاطلين عن العمل، فترة الحجر في المنزل، وربما المشاكل الناتجة عنها حتى على المستوى العائلي، كم تؤثر في تقليل المناعة وربما تقريب حالة حتى الإصابة بالفيروس؟ سؤال ممتاز. نعم، بلا شك انه الواحد لما يكون عنده مزاجه متوتر وقلق وعنده هذا الوضع بشكل شبه دائم، خاصة انه احنا الان اقدمنا على الشهر الثاني من الحجر في كل دول العالم، فهذا يؤثر بلا شك على مناعة الشخص، وهذا ممكن يؤدي الى الإصابة بفيروسات عدة. يعني المناعة بمجرد ما انها تهبط او تنزل، ممكن تؤثر على مناعة الشخص من ناحية فيروس الكورونا، وخاصة لما يكون مسن وكبير بالسن. طبعا بالنسبة الدراسة اللي حكيت عنها، هي دراسة من شقين. الشق الأول كان ل 2100 شخص كانوا عندهم أمراض مزمنة، وتبين أنه هذا هم مقبلين للأسف على أنه ممكن يصير عندهم الاكتئاب بشكل كبير. 1100 كان الطرف الآخر اللي هم كانوا غير بدون الأمراض المزمنة، ولكن عندهم القلق بالنسبة للوضع الاقتصادي المقبل بعد يعني زوال أزمة الكورونا، أنه الوضع الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الانخراط في المجتمع راح يكون فيه من الصعوبة بمكان، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الذي هو أصبح الهاجس الأكبر للعديد من الأشخاص في كل دول العالم. دكتور، حتى بالنسبة للمصابين، حتى من يرقدون في المستشفيات ويتلقون العلاج، هناك جانب نفسي. صحيح أنهم في أياد أمينة، لكنهم يعرفون ومقتنعون بأنهم حقل تجارب. الأدوية الموجودة هي غير مصممة لهذا الفيروس، العلاج لم يكتشف بعد. كم يؤثر هذا على قابليتهم للاستجابة؟ العامل النفسي هو عامل مهم جدا، وللأسف يعني هي بمجرد أن يدخل المريض إلى المستشفى، هو في حد نفس في حد ذاته يعني يعتبر إلى حد ما انهزام في نفسية الشخص. فلذلك نحن ننصح المرضى بشكل عام يعني العمل على الراحة النفسية والجسمانية، والأكل الكويس، النوم الكويس، والراحة النفسية بيأتي من عن طريق اللي هو بسموه الحالة الإيجابية في النفسية، عن طريق أنني لن أصاب بالمرض ولا يمكن أن أصاب به. هذا في حد ذاته يعطي الشخص قوة معنوية أن يحارب المرض ويبعد عنه شر الوباء. في حين لما يدخل الشخص على المستشفى نتيجة أي مرض، سواء كان الكوفيد أو غيره، طبعا هي في حد ذاته القلق والتوتر راح يكون عامل للأسف سلبي في عملية تعافي المريض من مرضه. ولكن برغم أنه المحاولات لا زالت يعني شغالة على مدار العام، على مدار الساعة، بالنسبة لكثير من الدول العالم
العالم بخصوص محاولة إيجاد العلاج للكوفيد، هي طبعا الأمر الإيجابي نعم. الذي نطمئن به المرضى قدر الإمكان. طيب دكتور، كيف يحمي الإنسان نفسه من هذا الموج الهائل من الطاقة السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي، في الأحاديث اليومية، في التلفزيون، في الصحافة؟ نحن المذيعون نتحدث ليل نهار عن هذه الأخبار السيئة، وربما بدأ الناس يتطيرون من المذيعين. يتطيرون، مع احترامنا لكم، نغلق التلفزيون ونريح راسنا. لا، هي بلا شك طبعا الأدوات أو الخطوات الفعالة إنه الواحد يعني يحاول أن يتعامل مع الوضع القائم حوله. يعني في أمور يستطيع الشخص تغييرها، بما إنه في بيته، في محيطه، في مجتمعه الصغير، لا يستطيع تغيير الأمور الكبرى، ولذلك هو يعني يجب عليه أن يتعاطى بالأمور بشكل إيجابي عن طريق أولا يعني محاولة الحفاظ على نفسه وعلى جسمه وعلى الصحة النفسية من ناحية الأكل الجيد، النوم، ممارسة الرياضة الخفيفة، التواصل مع أولاده وعائلته وأسرته عن طريق التواصل شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى في داخل الأسرة، التعرف على الأبناء. نحن على مدى 10 سنوات 20 سنة اللي فاتوا الكثير منا انشغل في حياته بشكل حتى ابتعد عن أبنائه وأولاده وأسرته، فهي فرصة لإعادة الحوار الأسري البيني وتطوير اللغة والمحافظة على الهوية وعلى العادات والتقاليد. احنا كعرب ومسلمين باعتقادي يعني ينصح بالميديشن والميديتيشن. الميديتيشن هي عبارة عن يعني غذاء للروح، واعتقد الصلاة وقراءة القرآن، وقراءة القرآن هي من الأمور اللي كتير بتنفع البني آدم في إعطائه نوع من الراحة النفسية. تنظيف المنزل، إعادة يعني ترميمه، هاي من الأمور اللي الواحد ممكن يعني النظافة بشكل عام هي تعمل عامل إيجابي ومحفز. كذلك الست اللي عندها مطبخها ترتبه، يعني الأمور البسيطة رغم بساطتها أنه الشخص يركز فيها بشكل يحافظ على زي ما قلنا الطاقة الإيجابية عنده، هي في حد ذاتها محاولة للتغلب على المرض والبعد عن التفكير السلبي. ولكن السوشيال ميديا تستخدم بشكل صحي بدون الإفراط، لأنه الإفراط منها ممكن طيب تؤدي بنتيجة عكسية وتشعر الشخص بالهلع والخوف. نعم. وهذا الشيء نبعد عنه. من أين يأتي دكتور بسام الإنسان بالطاقة الإيجابية وسط هذا الكم الكبير من السلبية من كل جانب؟ وإذا كان الأب مثلا هو متأثر نفسيا وفاقد للعمل وربما مصاب، كيف يمكن له أن يولد هذه الإيجابية لبقية أفراد العائلة؟ يعني هذا سؤال وجيه، وطبعا في الوضع الصعب اللي احنا نعاني منه ان نحاول ان نستذكر ونسترجع الامور، يعني الشغلات السيناريوهات القديمه اللي او يعني الخبرات او الامور الايجابيه اللي مر بها الشخص، سواء عن طريق يعني حادثه، عن طريق قصه، عن طريق كلمه، عن طريق يعني اي شيء الشخص يشعر به بيعطيه طاقه ايجابيه. حتى صدقني انه يفكر انه بده يشرب كاسه مي على الفطور، هاي في حد ذاتها طاقة إيجابية، يعني بتعطي نوع من الحماس. نفس الشيء الرياضة، الحركة، طبعا هي مش سهلة عملية انه تجعل الشخص يكون عنده الطاقة النفسية الإيجابية بشكل قوي وبشكل فعال، تحتاج الى يعني مهارة، وتحتاج الى إرادة، وتحتاج الى نوع من القبول، يعني قبول الشخص بالقضاء والقدر، انه بالآخر نحن بإذن الله سنعدي هاي المرحلة، هي مرحلة قصيرة الأمد، الإنسانية كلها في هذا يعني في هذا البلاء، فإن شاء الله كلنا سنخرج منه. فلما يشعر الشخص أنه مش لحاله، أنه في حواليه العالم بأسره يعني يمر بهاي المرحلة الحرجة، سيحتاج يعني سيكون هذا نوع من العامل اللي يعني بيعطيه نوع من المواساة أنه يتغلب على المشاعر السلبية عنده. شكرا جزيلا. طبعا الجميع بحاجة لهذا النوع من الكلام والتشجيع. من دبلن الدكتور بسام نصر، استشاري الأسرة والباطنية، شكرا جزيلا لك.